إن جمال الحياة بجمال علم النبوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قمة الجمال وغاية الكمال. إنه كتاب مبين وبلسان عربي مبين، فجامعة الحسنين دوحة عربية هدفها إتقان العربية لحسن فهم الإسلام والقرآن. فلكم يا أبنائي وأكبادي، لكم يا معشر الطلبة فكري واجتهادي، لكم سهري وتعبي، فهلموا يا شباب الأمة لتعلم العربية، هلموا هلموا هلموا. هات الخبز يا أخي العزيز. يا سيدي، أريد المشاركة في حفلة الزواج، فأنا أحتاج إلى الرخصة لأربعة أيام. هل سمعت عن مباراة الكريكت بين باكستان وأستراليا؟ نعم، قد فاز فريق باكستان. والله خبر مفرح. لابد أن نفوز اليوم. نعم، اليوم لنا. يجب أن يشغلني بسرعة. لاحظ الجانب الأيمن. ولا نستعين الا بالله. فهو لا هي الا تذهبان. المنية كالاسد، هو يدل على شخص واحد. نخصك بالعباده. تصب فيها المعاني صبا الى المعرفه والمنية. يذهبون. فاللفظ قالب والمعنى ما يصب في ذلك القالب. هم شروع سے اس فکر میں تھے کہ علم کی دنیا میں کچھ نیا ہو، کچھ الگ کرنا ہو تو محنت اس درجے کی کرنا پڑتی ہے. بچوں کو عالمی سطح کا ذہن دینے میں عربیت کی بہت ضرورت تھی. اس محنت اور فکر نے ہمیں یقینی فائدہ دیا. آج بچوں کو اس سطح پر پہنچا دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. فإن قيل كيف قدم العبادة على الاستعانة، والاستعانة مقدمة، لأن العبد يستعين بالله تعالى على الإبادة فيعينه الله تعالى عليها. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. إذا المرء لم يدنس من اللؤم إرزه، فكل رداء يرتديه جميل. اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. فاسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنجل. لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد. فبي تنجلي محاسن المظاهر الكونية، أنى يخفى حسني وجمالي على مشاهد، أو يفتقر فضلي وكمالي إلى شاهد. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. كتني عمر اس عمر اس هذا كثير جدا. طيب ايش السبب؟ شرائط كليه وتسكي بس اجزاء اول مره.